ساكنة الدوام اختار لا تستفيد لا من كهرباء ولا من مسالح الشرطة ولا من شبكة تطهير، مع أننا بقرب من محطة تصفية. سيدنا الله ينصرك الله يخليه لنا، وصل الضوء الأماكن النائية، وصلوا الجبال، وحنا خسنا تحنا نستافدوا. احنا في المجال الحضاري يجب علينا الاستفادة إن شاء الله. عسل مريم وكنطلبوا احتراماتي وتقديري، نحن دوار سكان خدارة يطالبون حقهم الذي أعطاهم ملكنا الحبيب، ملكنا الحبيب نصر الله محمد السادس، محمد السادس نصر الله. يقول لكم في قانونه أن الكهرباء والماء يجب أن يصل إلى جميع القرى، إلى جميع الموادي. وما بها إذن يا سيدي العامل، ليكون في علم الجميع أن اليوم الخامس، اليوم الخامس ونحن نعاني من انقطاع الكهرباء. سيدنا الله ينصرو جميع، سيدنا الله ينصرو جميع الخطابات كيحط على العيش الكريم للمواطنين. وحنا أبسط الأمور الخدمات الاجتماعية ما كنستافدوش منها، اللي هي ضرورية ومستحيل العيش بدون هذه المسائل هذه. ويجب أخذ الاعتبار أن كل مريض الوليدات الصغار كيقراو، يجب عليكم حل هذه المسألة هذه. جزاكم الله عما كل خير. وحنا دابا بلا ما بلا ضوء بلا والو ظلمة. حنا الاخت اليوم جينا درنا واحد الوقفه احتجاجيه باش نشوفوا هذا السيد العامل يستقبل واحد اربعه الناس منا ولا خمسه، ونقولوا ليه الموضوع اللي عندنا وحنا علاش جينا، باش يعرف الموضوع ديالنا علاش جينا، واش الماء ولا شي حاجه اخرى. احنا دابا المده ديال خمس ايام قطعوا علينا الماء والضوء، ولكن هاد الخمس ايام هادي فاش قطع علينا فيها الضوء ما جابونا لا انذارات ما علمونا لا والو، جاو قطعوا علينا الضوء وخلاو هاد الناس هذا كامله كتخبط في هاد الشيء هذا. هاد الضو هذا قطعو المدير ديال الوينو، صيفط دوك الخدامه اللي كاينين دوك الاشغال ديال الضو قطعوا لينا الضو، ولكن حنا اليوم جينا كنطالبوا بالسيد العامل باش يستقبلنا ويدير معنا واحد الجلسه ونعاودوا ليه دوك الاضرار اللي عندنا. حنا ما كنطالبوا بوالو، كنطالبوا بعداءات قانونيه يجيبوهم يركبوهم لينا، حنا غادي نأديو معاهم الواجب باش يديروا لينا دوك العداءات. وكتجينا واحد القدر واحد المبلغ مالي اللي كيكون خيالي، راه الناس كامله تضرات. وبهذاك الضرار اليوم جينا كنطالبوا بالسيد العامل باش يريح معانا ونعاودوا ليه هاد المشكل هذا اللي عندنا. حنا راه ما كنطالبوا بوالو، المطالبه ديالنا هي الماء والضوء والماء اللي يجيب لينا قانونيين ونخلصوا حنايا شي حاجه قانونيه ما باغيش نهربوا منها. وهاد الساكنه اليوم كامل علاش كاين اللي يريح من خدمته وكاين اللي ما عرفتش شنو هو، واليوم جا باش يستقبلنا هاد السيد العامل هذا. وراه كتشوفوا هاد الوقيته هادي دابا ما كاين لا استقبال ما والو، من الصباح حنا كنغوتوا لا من يتسنط لينا، وهاد الشيء هذا راه ضرنا بزاف. كاينين دراري صغار، كاينين ناس مراد عندهم امراض مزمنه في داك الدوار، ولكن راه هاد القضيه هادي ديال الضو راه ضرتنا بزاف. حنا اي باب طرقناه كيقولوا لنا سيروا جريوا طوالكم، كيقولوا لنا سيروا حتى الرباط، حتى واحد ما لقينا اللي يدوي معنا. حنا ديما جينا لهاد العمل هادي كنتسناو من
العام السيدات العام اللي يجي ويشوف معنا شي اربعة الناس ولا خمسة اللي يعاودوا لهم هاد المشكلة هذا اللي عندنا. لا ما كاينش اللي كيتصنت لينا، حنا من الصباح دابا وحنا واقفين هاكا تشوفي دابا ما كاينش اللي كيتصنت لينا، وبنادم راك صايم. حنا كنكافحوا باش يجيبوا لينا مواطن قانونيين ونخلصوا حنا اللي داك الشيء اللي غادي يقولوا لينا غادي نخلصوه. علاش علاش تاوينا؟ معكم تباع محمد من دوار الخدارة جماعة الساحل بلدية حد سوالم. اليوم ان شاء الله جينا وهذه خمس ايام وحنا مقطوع علينا الضوء، وهاد الناس الساكنه كامله جات قدام، هاد الساكنه كامله جات قدام العماله ديال الاقليم برشيد باش نطالبوا السيد العامل يدير لنا حل، حل من الحلول كايها الناس. حنا ما كنطالبوش شي حاجه اللي هي فوق الطاقه ديالنا، كنطالبوا بالضوء ديالنا اللي هو الحق ديالنا، باغين عدادات كهربائيه قانونيه، وحنا بدورنا الا جاتنا شي حاجه للشهر من الشهر نخلصوها كاي مواطن صالح لنا. هادشي علاش جينا، وراه حنا مضرورين بزاف بالنسبه للمغرب، الوليدات الصغار كيبغيو يفطروا. ما نعاودش لكم واحد الحاله اللي هي لا يرثى لها، والبارحه عاد كانت واحد السيد غتشعل فيه العافيه على قبال هاد الضوء الشمعه ما مولفين الشمعه. دابا حنا كنطالبوا من السيد العامل وجينا وقفنا هنا وقفه سلميه، وقفه احتجاجيه سلميه، كنطالبوا بالضو ديالنا اللي هو حقنا اللي عطاه لينا جلاله الملك محمد السادس نصره الله. هادشي ما كيعنيش بانه حنا هاد الجمع ديالنا دايرينو على اساس شي حاجه ولا تشهير ولا لا، حنا كجايين هنا باش نطالبوا الحق من حقوق ديالنا اللي هو الضو واللي هو الماء، الكهرباء والماء، ماده حيويه لا يستغني عنها اي كائن. وهادشي اللي كنطالبوا كيطلبوا جميع السكان اللي حاضرين معنا اليوم، وحنا جايين عند السيد العامل باش يخرج عندنا ويستقبلنا ويرد لنا اعتبار ديالنا. لحقاش دقينا جميع الابواب، جميع ابواب دقيناها لا اذن لمن تنادي، راه بزاف. لو كنا نعطيك السيد العامل غير يومين، غير يومين وتجي تشوف عندنا وتراقب عندنا الحدث في الدوار الخضارة، تراقب عندنا غادي تشوف واحد المنظر. انت بالدور ديالك غتكون كانسان غادي تتعامل معنا وغتقول هاد الناس ضروري خاصهم الضو ديالهم حتى هما قراب للمدينه. دابا الله يجازيك بخير، وحنا الدوار كامل جايين كيطالبوا في الحق ديالهم، ديروا معنا حل. حنا بغينا ما كنطالبوا بوالو، كنطالبوا بعداد كهربائي قانوني، وحنا متفقين الدوار كامل وعلى كلمه واحده بان اللي جاتنا نخلصوها. حنا مواطنين صالحون، حنا بغينا عداد كهربائي قانوني. ودابا اللي كنتظر منكم وديروا معنا واحد الفرصه وتجيو عندنا وتشوفوا الدوار ديالنا حتى هو الحاله ديالو راه ما فيها باس. راه جلاله الملك محمد السادس نصره الله راه عزيزين عليه الدراوش وعزيزين عليه الفقراء، والله يحبب الخلق فيه. ودابا راه كنطالبوا حنا الدوار كامل مجموع، ما كنطالبوا حتى شي حاجه، حنا ما جينا على حتى شي حاجه من غير الحق ديالنا اللي هو الضوء اللي هو الماء اللي هو حق من حقوق جميع المواطنين في المغرب من طنجه الى القويره. وعاش الملك. والبنيات ديالي الصغار الله اللي شاهد عليا، الله اللي شاهد عليا البنيات الصغار الا كيشعلوا ديك الشميعه وكيبداو يلعبوا فيها ويقطروا فينا شي نار غتشعل فينا العافيه. اللهم هذا منكر، اللهم إن هذا منكر. كما قالوا الإخوة حنا راه كنعانيو، حنا راه كنعانيو في دوار الخضارة من الضو، كما قالوا قطعوه لينا، جاوا قطعوه لينا على غفلة، فهمتي، ما علمونا ما والو. كما قالوا الاخوه سبقوا قبل مني قالوا راه الدوره راه مستحيل باش يبقاو يخلصوا بجوج دراهم ونص،
راه بزاف علينا والناس كتعاني. وكما قال لك السيد عالشمع عالشمع اليوم ولا غدا توقع شي كارثه الله يجازيكم بخير. كما قال السيد حنا راه جينا عند السيد العامل يديروا معنا شي حل، حنا راه ما بغيناش شي حاجه، راه بغينا على الضو. وكي قال السيد يديروا لنا كونتونا المواقن ديالنا قانونيين ونخلصوا قانونيين الموضوع. الله يجازيكم بخير الا ما تدخلوا وشي ناس مسؤولين يشوفوا كيفاش يديروا ويدخلوا. الله يجازيكم بخير. كانت عندنا المكانه من 2001 وجات هذه الجمعيه حيدت علينا ودارت لنا هذاك الكونتور ما خدامش. وين المكانات ديالنا؟ الله يجازيك بخير. احنا كنطالبوا على الموضوع ما باغيين حتى حاجه. والوليدات كيقراو وكان دابا كان دابا الدراري دابا الدراري كيقراو وكاين امتحانات كيقراو على الشمع. هنا هما شدوا القرايه بالضو عاد الشمع ما يمكنش. الله يجازيك بخير اختي، حنا كنبغوا على الموضوع. اللي كنطلبوا به اليوم اخويا وهو الكهرباء والماء. ما بقاش عندنا لا كهرباء لا ماء، ولينا مضوين مده 5 ايام دابا في هذا رمضان وحنا كنعانيو وبزاف. وليداتنا كيكتبوا على الظلمه على الشمع وتا الشمع ما كيبينش لك. شي نهار اخويا غتشعل فينا العافيه غنوليو لا الله يستر الله يستر. يعني ملي غتولي شاعل فيك العافيه ديال الشمع. ولا كاين الناس اللي وقع عليهم هادشي اللي الشمع شعلت فيهم العافيه اللي كانوا غيمشيو فيها للسبيطار. وكنعانيو بزاف اخويا من هادشي ديال الكهرباء والماء. ودابا اللي كنطلبوا من الكهرباء والماء. وبغينا الكهرباء، بغينا عدادات قانونيين بحالنا بحال الناس. حنا ما هربانين من حتى شي حاجه. حنا لا جاو عندنا هاد الناس وداروا لينا عدادات قانونيين، علاش ما غنخلصوش؟ ما كاينش شي واحد اللي ما غيخلص. حنا ما هربانينش من القانون، ولكن اخويا باش يجيو ويديروا لينا حنا عدادات ماشي قانونيين ويقول لك حقا 50 ريال راه بزاف. 50 ريال راه كاينين الناس اللي ما خدامينش، كاينين الناس اللي عندهم مشاكل، كاين الناس اللي مراد، كاين الناس اللي ميت لها راجلها، كاين المراه اللي ميت لها راجلها ومخلي لها الدراري وما عداش اخويا، ما عداش حتى اللي يخدم عليها. كنفقوا لها غير حنايا خوتها، كل واحد وكيعطيها شويه 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 باش تكون مع راسها في هذا رمضان. ودابا رمضان ومقاطعين لك الماء وقاطعين لك الضو، كيفاش غدير انت؟ اللي بغيتي تطحنها عصير ما تطحنيه، الثلاجه كلشي خسر فيها. انا خويا مقضي التقضيه ديالي وجايبه دايره في الثلاجه، والثلاجه خويا كلشي خسر، كلشي مشى، كلشي ضاع. ولا انا شنو بغيتوني ندير؟ واش بغيتوني انا شنو بغيتوني ندير انا؟ كيفاش غندير اخويا؟ وبحكم حنا هاد الجمعيه هادي اللي دايره لينا هاد الكونتورات ديال العداد ديال 50 ريال ما باغينوش حنا بزاف. حنا بغينا عدادات قانونيين والماء قانوني. والواد الحار حدانا كيبعد من الساكنه تقريبا بواحد 50 متر ولا ما كايناش، وما مستافدينش منها، مستافدين غير من داك الخنز حشاك ديالها هو اللي كنشوفوه، ما مستافدين من حتى شي حاجه. وكنعانيو من ترونسبور وكنعانيو من المدرسه وصابرين. ودابا اللي كنطلبوا بغينا الماء والضو ويديروا لنا معاينه ويجيو عندنا. وحنا جينا عند السيد العامل باش يستقبلنا ويهضر معنا ويعطينا شي حل. وانتم كتشوفوا كما كتشوفوا حتى شي واحد ما جاوبنا ولا استقبلنا ولا تسوق لينا. وعاش الملك محمد السادس. قالوا لك بمفصل اللسان ان السكينه راه ما خاصها حتى خير. سعاده العامل حنا بيننا وبين التصفيه كاع حد السوالم 50 متر 50 متر بيننا وبين التصفيه وما كنستافدوا حتى حاجه. هاد الناس دار لينا عداد وكيجينا الضو غالي. كان اللي كتجي 1000 درهم في الفاتوره، كان اللي كتجي 500 درهم، كان اللي كتجي 400 درهم. واش حنا واش حنا ما استطعتناش نخلصوا الضو مع الظروف اللي كاينه وهاد الغلاء؟ واش انا ما خدامش؟ كاين ناس اللي ما خدامش، كاين واحد السيده مريضه عندها واحد الكاتري كيتحرك بالضو، حاليا هي بحالها لا يرثى لها. راه الناس جاوا شافوا هاد الشيء. حنا اليوم جينا عند سعاده العميد باش انت الوحيد اللي باقي لينا، كاع البيبان بقيناهم، باقي لنا باب واحد هو انت يا سعاده العامل. حنا عندنا شكايات قدمناهم للرئيس ديال البلد ديال حد السوالم وعطانا لا كوزي ديالها وعندنا دابا الشكايات ها هما عندنا. هاد الناس هادو راه حقرونا حقرونا بمعنى الكلمه. كيفاش العقال انه الناس حدانا بينا الطريق ومستافدين من الضو وحنا اللي ما استافدناوش من 2015 وانا ساكن تما وحنا كنعانيو مشاكل كثيره عشناها مع هاد الناس هادو. تعداو علينا تكرفصوا علينا ما خليناش شي باب اللي ما دقيناه ولكن والو تقول واش كيقول لك سير جري جهدك الشهاده هو الهضره اللي كيخسروا علينا. كنطلب من حنا ما طلبوش شي حاجه فابور، يخدموا معنا قانونيين نخلصوا حتى حنا قانونيين بحال ايوا الناس في الجبل وعندهم الضو، الناس
في الجحر كحله وعندنا الضوء. حنا وصل المدينه وما عندناش الضوء، علاش؟ ما نستافدوش من الماء، ما نستافدوش من الضوء، ما نستافدوش من المدرسه تشوفوا فيها كيفاش كيقراوا فيها وليداتنا. راه لا حول ولا قوه الا بالله، هذه خلاصه القول ديالها. واحد المدرسه تقوليها، تقولي شي قريه مهجوره ديال اهل قريش ولا ما عرف ديالاش، ولكن خص الانسان يمشي لعين المكان يشوف، يشوف الناس وهبوا لنا الارض وما خلوناش نبنيو فيها المدرسه. الساكنه مسكينه هي اللي كتقاتل باش تجمع 50 درهمات للدار باش يزيدوا قسم باش يقراوا الوليدات. هذا راه عيب وعار، والله العظيم الى عيب وعار. كنتمنوا من الله انه ربي يجمع كاع الدوسان ديالو كاع ونشوف حالتنا كاع من هذه الدنيا. قهرونا هاد الناس، الله ياخذ فيهم الحق اللي كنحيلوا السباب في هذا الشيء. حنا بغينا نخدموا قانونيين، يخدموا معنا قانونيين، خلصوا معنا، خلصوا القانون ديالنا. حنا جينا عند العامل هنايا من الصباح، حنا كنغوتوا هنايا، حتى واحد ما استقبلنا، حتى واحد جاو دوروا علينا المرود هنا كيصحابونا، حنا غادي نخافوا منهم. حنا ما كنخافوا من حتى واحد، كنخافوا من الله عز وجل ومن الملك. سيدنا كنحترموا الله يزيد في عمره، عاش الملك. وسيد العامل كنطلبوا منه يحضر يشوف هاد الناس. حنا راه محرومين من الضوء، محرومين من الماء، الدراري الصغار ما عندهمش كيفاش يقراو. رمضان هذا كناكلوا وفطروا في الظلام، دخلوا حاتكم الطواليت بلا ماء، قطعوا علينا الماء وما عندناش حتى الماء، عندنا الماء الحار، حتى الماء ديال الصريب ما عندناش. هاد الناس تعداو علينا، والعامل زينا عنده يجي عندنا يهضر معانا، يدير معانا شي حل، يستقبلنا. ما كاينش استقبالات مساعدة، كيفاش حنا غادي نجيبوا هادشي؟ قطعوا علينا الضوء. هباء المنطور الرئيس ما كاينش، اللي غنمشيو عندو قال الابواب سينا ما خلينا فيه مشينا. الملك سيدنا لا تروا الله قال القرويين الماق والدق، حسن الثاني قال لهم القرويين الماق والدق والمدرسه القرايه كلشي السبيطارات. حنا ما عندنا والو، حنا ما كنطالبوش يجيبوا لنا الماق قانونيا، نخلصوا الدق. لا يمكن غنخلصوا على الدق 50 ريال الكيلو، لا يمكن غنخلصوا الماء ديال البير 6 درهم الطن. هنا خاصنا يعطونا الماكن نخلصوا قانونيا، واللي ما يخلص هذيك الساعه السلطات ولا هادو غيديروا مع القانون، يديروا معنا شي حق. هاد الناس عذبونا بحياتنا، قهرونا، الدراري الصغار ما قدروش يقراو، مراه عندها دياليز، كرسي الكتريك ديال الدوق ما عندهاش، قاطعين عليها الدوق. الناس سياب، الناس كتصلي اللي بغات تودا ما لقاش فين تودا. هادشي اللي عندي، قطعوا علينا الضوء، قطعوا علينا الماء. انا واحد من الساكنه، الساكنه مضروره، راه باقي الناس باقا ما جاش، راه باقا 400 اخرى غتجي، والناس مضروره وما كاين لا ماء. الجامع الناس كتصلي بلا ضوء والناس مضروره.